فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جاء الإسلام وجزيرة العرب تعيش حياة بائسة، إذ أنها كانت أمة مستضعفة تعيش في جاهلية وقد غرقت في الشرك والكفر، لا تقوى أن تواجه عدوا ولا أن تقف في وجه أحد. حتى لما جاء أبرهة عليه لعنة الله لهدم البيت الحرام لم يقف إليه أحد من العرب، تركوه، حتى أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل أبرهة بعد واسطة قال: إن جنودك قد أخذوا إبلا وأغناما لي فأنا أريدها. فقال أبرهة لعبد المطلب: ظننتك جئت تحدثني في أمر البيت. فقال عبد المطلب: أما الإبل فأنا ربها، يعني سيدها ومالكها، وأما البيت فله رب يحميه. ولماذا لا تحميه أنت؟ ولماذا لا تقوم العرب للدفاع عن بيت الله الحرام؟ لم يقف أحد من العرب لأبرهة للدفاع عن بيت الله الحرام، فتكفل رب العالمين سبحانه وتعالى بالدفاع عن البيت. كانت فارس وكانت الروم الدولتان الأكبر في هذا الزمن، أما العرب فما كان لهم وزن وما كان لهم قيمة، فهم يتقربون لفارس والروم حتى لا تأتي دولة من الثنتين فتغير على بلاد العرب. ثم جاء الإسلام، ولما أتى الإسلام جاء ليجعل لهؤلاء قيمة وليجعل لهم وزنا، فلا حياة ولا عزة إلا بالإسلام. وهذا مما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، جاء ليجعل للمسلم شخصية، فالمسلم لن يكون تابعا لأحد، لن يكون تابعا للفرس ولا تابعا للروم، لن يكون مؤتسيا بأحد، فالمسلم شخصية جديدة وليدة. فقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس. ينهى صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكونوا تابعين لأحد، بل ولا حتى بأن يأخذوا هيئة حيوان في الصلاة مثلا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، أو التفاتة كالتفاتة الذئب، أو بروك كبروك الجمل. لا، أنت مسلم، والمسلم عزيز بدينه. بل لما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر كان يخاطبهم بمنتهى العزة والكرامة، فكان يرسل إلى قائد الفرس وإلى قائد الروم قائلا: أسلم تسلم. تسلم من من؟ تسلم من العرب؟ لا، فالأمر قد تغير وأصبح هناك الإسلام. ولذا لما خرج المسلمون في القادسية للقاء الفرس طلب رستم
قائد الفرس رجلا يكلمه، فأرسل إليه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه رجلا، وهو ربعي بن عامر. ربعي رجل من المسلمين يركب على فرس قصير، يلبس درعه وبيضته على الرأس، ممسك بسيفه ورمحه. فأتى قائد الفرس والذي قد أعد مجلسا عظيما، كرسي مذهب وأمامه البسط والفرش، فيأتي ربعي. فلما أراد أن يدخل أوقفته الجند: انزل من على الفرس واخلع الدرع واعطنا السيف والرمح وانزع البيضة، انت ستدخل على ملك الفرس مسلح، كيف؟ فقال ربعي بعزة المسلم: انا ما جئتكم لاني اريد ان اتحدث اليكم، وانما جئت لانكم طلبتموني، فان دخلت دخلت كما اريد والا عدت. فقال رستم: دعوه. فدخل ربعي، فلما وقف امامه قال له كلمة عجيبة، قال له: من انتم؟ من انتم؟ الا تعرفنا؟ نحن العرب. لا، انتم لستم العرب، العرب نحن نعرفهم جيدا، يقاتل بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، حاربوا 40 سنة من اجل ناقة، وما حاربوا من اجل بيت الله الحرام. نعم، هم يفعلون ذلك. العرب لم يقاتلون يوما ولم يفكروا في ذلك. العرب ما خرجوا إلينا بهذه العزة وبهذه القوة. من أنتم؟ هل جنس جديد؟ ما الذي تغير؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فمن أجابنا كففنا عنه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود ربنا. قال: وما موعود ربكم؟ قال: الجنة لمن مات منا والنصر لمن بقي. نحن قوم ابتعثنا الله، والبعث لا يكون إلا بعد وفاة، فنحن كنا أموات حتى أحيانا الله عز وجل بالإسلام، ولا حياة للناس إلا بالإسلام، ولا خير ولا بركة ولا سعادة إلا بالإسلام. فالمسلم من بداية الأمر عزيز قوي، طالما كان متمسكا بدين الله عز وجل. أما إذا ترك الناس الإسلام وتعاليم الإسلام فإنهم يعودون إلى ما كانت عليه العرب سابقا من الذل ومن الخزي ومن الضعف. إذن فقوتنا وعزتنا وشرفنا إنما هو بالإسلام، والإسلام يمتاز عن غيره من الأديان بأنه دين متكامل، لا تجد جانبا من جوانب الحياة إلا اهتم به الإسلام. ومن أهم الجوانب التي اهتم بها الإسلام العلم، بل أول آية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، تعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأمتنا أمة علم،
وأمة رقي، بل إن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أن الكلب يشرف بالعلم، فما بالك بالبشر. فالكلب المعلم صيده حلال، أما الكلب الجاهل صيده حرام. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالكلب المعلم رغم أنه كلب إلا أن صيده حلال، أما الكلب الجاهل فصيده حرام لا يؤكل. انطلق المسلمون وقد اهتموا بالعلم جدا، حتى ظهرت علامات لنبوغ هؤلاء، ودونوا هذه العلوم وكتبوها وتقدموا جدا، في حين أن أوروبا وأمريكا في هذا الوقت في الظلام، بل في الظلام الدامس، لا يعرفون شيئا عن الحياة. وجدوا أمة عزيزة قوية متقدمة بعلومها، وليس فقط في علوم الدين، لا، بل تجد في الرياضيات مثلا الخوارزمي يقدم ثروة علمية هائلة، في الطب تجد ابن سينا يقدم ثورة علمية وثروة علمية كبيرة في مجال الطب، عرف هؤلاء معنى الطب والدواء. تجد ابن الهيثم في علم البصريات، جابر بن حيان في علم الكيمياء، وهكذا. المسلمون هم من علموا الدنيا معنى العلم ومعنى التقدم، ولذا أتوا إلى بلاد الإسلام يسرقون هذه العلوم ليتقدموا. ولولا علوم المسلمين ما تقدمت الدنيا أبدا، فقط هم المسلمون الذين اهتموا بالعلم. ففي الوقت الذي تضاء فيه شوارع الأندلس أسبانيا حاليا، كانت دولة كفرنسا مثلا دولة مظلمة، بل لا يغتسلون حتى الغسل الاستحمام لا يفعلون ذلك، ويعد جريمة في بلادهم. فالمسلمون أهل علم وأهل تقدم وأهل حضارة، طالما أنهم استمسكوا بدينهم، ولا عزة ولا منعة ولا سعادة في الدارين إلا بالإسلام، هذا الدين الكامل، والذي أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده هو الإسلام، وهو دين كل نبي من الأنبياء عليهم السلام. فما من نبي ولا رسول إلا وقد أتى بالإسلام، فما أنزل الله عز وجل من السماء إلا دينا واحدا هو دين الإسلام، والعبد بخير طالما كان مستمسكا بهذا الدين. ويوم القيامة لا نجاة ولا فوز بل ولا جنة إلا بالإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم السعادة في الدارين، آمين اللهم آمين. كلمة أخيرة أختم بها: أنا كنت هنا منذ سنة ورأيت في كينيا خيرا عظيما كبيرا، وقد وعدت أني حينما سأرجع إلى بلادي إلى مصر سأحدث الناس عنكم، وقد حدث. فما تأتي فرصة إلا وأخبر أن هذه البلاد هي بلاد خير، وأنكم مسلمون حقا، فطرتكم طيبة لم تلوثها عادات الغرب، ولا فرطتم ولا ضيعتم،
وإنما أنتم أهل خير وأهل علم وأهل بركة وأهل قرآن، فأنتم من أحرص الناس على كتاب الله عز وجل، وأنا قد رأيت ذلك بعيني، وقد أقمت بينكم مدة أحمد الله عز وجل على هذه المدة التي أقمت هنا فيها، فقد استفدت فيها جدا، وقد رأيت الخير والبركة في بلادكم، فأنتم أهل خير وأهل صلاح وأهل طاعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم الخير، وألا يحرمنا شرف القدوم إلى بلادكم، وأن يمتعنا بالنظر إلى هذه الوجوه الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين على هذا المؤتمر وعلى مسابقة القرآن. آمين اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم، أحبكم في الله حبا جما، وأرجو أن ألقاكم دائما على خير. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.